ايه رأيكم في الفيلم ده؟ يعني هنقول انه بايلاترال انلارجد وسيمتريك هايلر شادو مع يعني لغاية هنا ممكن يبقى الموضوع فاسكولار ولا نودل. هو الحقيقة المنظر هتعودوا عليه ده منظر النودز، واللي يأكد اكتر انه نلاقي باراتراكيال، يعني لو لقينا اذر سايت يبقى ده اكتر مع انها لينف نود. وانما في ساعات كتيره جدا بنقول انه بروميننت هايلر شادو كويري نودال كويري فاسكولار ونطلب سي تي. معايا؟ تاني حاجه انه الهايلر شادو الفاسكولار هو بيبقى عباره عن ايه؟ بالمونري. عاده بيبقى في اوبليتريشن للبالمونري بين، يعني الكونكافيتي بتاعت البالمونري ارتري دي بتبقى اوبليتريتد. معايا؟ لانه بارت من بالمونري هايبرتنشن. كلام سليم؟ حد هيقول لي تاني طيب ما جايز يكون هو ايه اللي يكبر البالمونري فاسكولار او ايه السبب بتاع الانلارجمنت اوف بالمونري برانشز في الهايلر الاثنين؟ واحد واثنين. نعم؟ لا لا احنا بنتكلم عليه في نود. انا بقول حاجه من الاثنين، البالمونري ارتري كبير لانه هايبر تنشن لانه بالمونري انيوريزم. بالمونري انيوريزم ممكن يكون فرط من كذا حاجه على راسهم بيهست او فاسكولايتس. معايا؟ فعاده البالمونري انيوريزم ما بياخدوش الشكل ده، بيبقى فاليبل سايز. معايا؟ انما وبتبقى مور ليس راوند. انا كل ده بحاول اخدكم رحله ان المنظر ده في 99% نودل، انه لا اما حاجه من الاثنين، هنبص البالمونري بين اوبليتريتد وهم موجودين يبقى جت بالمونري هايبرتنشن، وفي الحاله دي دايما هيبقى الشادو ده مش موجود، حواجبكم الشكل بتاع لانه اكشوالي البالمونري هيكبر كده. لو بالمونري انيوريزم في حاجتين، يعني فقري قوي العيان لو جاب بايلاترال بالمونري انيوريزم فقط، لانه ممكن هيجي عنده نوديولز هنا، يعني لور لوب انيوريزم، مش يعني الباسكولايتس ما بينشنش على حاجه معينه ويبقى بايلاترال وسيمتريك. وحواليكوا شكل البالمونري. طبعا بيبقى مهم جدا ان احنا ناسس ماشي على راي الاسباب بتاعه البايلاترال هايلر الليمفادينوباسي انه يكون ساركويد. معايا؟ والليمفوما عمرها ما تعمل الشكل السيمتريك ده، فبيبقى مهم جدا ان احنا ناسس البالمونري بارينكيما فور نوديول فور انترستيشال شادوينج فور ريتيكيوليشن. اوكي؟ هنا مش باين قوي ان في بالمونري تشينجز. ده الوصف بتاعه يا جماعه كابلين فيلم هو اوبين هيميسوركس، انما حدش يقول لي بلورال فيوجن، اوبين هيميسوركس. وبعدين يعني ده امكانيات الفيلم البلين. ايه سببه؟ نقول بقى الدكتوره هتقول بلورال فيوجن واندرلاين كولابس، ماشي. حد هيقول ماس، وارد جدا. حد هيقول يعني اكستنسيف، ده فراجماتيك هيرنيا بس لازم حاجه فيها اير يوتن في، لو قلت ان ليفر طالع فوق، او كومبايند يعني حاجات كتيره، تروما على ليفر لاسيريشن على هيموثوركس. معايا؟ يعني في اسباب كتيره وي كان نوت اورتيك انيوريزم او ميدياستاينال ليجن، يعني صعب يبقى بالذات اوبيك هيموثوركس وبقيه الناحيه الثانيه كويسه، انما في ماسيف اورتيك انيوريزم يعمل سب توتال اوبليتريشن للهيموثوركس. معايا؟ اللي عايز اوصله الرساله اللي عايز اوصلها This is not pleural effusion. معايا؟ وساعات كتير اللي بيعملوا ده بتاع قلب وصدر وكده، انه بيشوف كده وبعدين يقوم دبل في العيان يفضل يضرب ابر وعينك ما بتجيبش. معايا؟ ما هو ما بتجيبش عشان اسباب كتيره، انه ممكن تكون ماس ليجن.
ده فيلم برضو يعني لشكله تقريبا بيبقى سبيسيفيك، واضح ان فيه بي سي جي بيسنج وير، يعني عيان في اي سي يو، وفي بايلاترال وراذر سيمتريكال ميد ولور زونال فيلينج او اير سبيس كونسوليديشن. زي ما انتم عارفين ان البالمونري اوباست او البالمونري ليجن بتتقسم اكوردنج للباتر معايا، ففي نوديول في اكبر منها ماس، وفي اير سبيس كونسوليديشن يعني زي ده معايا ان الدنيا مضببه، مع ان انا مش شايف الاندرلاين برونكو فاسكولار ماركينج اللي بيبقى باين قوي في السي تي، اللي اخف منه بيتقال عليه جراوند جلاس فيلينج. جراوند جلاس فيلينج هي اريا فيل لكن شايف فيها البرونكو فاسكولار ماركينج، لو اتمسحت خالص ومقعدتش شايفها بقت اير سبيس كونسوليديشن. الاثنين باترن واحد، يعني الاير سبيس كونسوليديشن كباترن موصوف مع النمونيا، مع البلمونري امبوليزم، مع التروما والكونتيوجن، مع البرونكو الفولر كارسينوما، حاجات معايا. انما ما اقولش خالص انه الاير سبيس كونسوليديشن بس نمونيا معايا. ده اللي عايز، احنا شغلتنا في الشيست يعني هتلاقي مثلا نمونيك لايك باتش في عيان شاكين في انه بالمونري امبوليزم، هتبقى دي بالمونري امبوليزم معايا. بتكتبي بتقولي يعني انا رايي انه بتكتبي اير سبيس كونسوليديشن والاسباب لحاجتين، للديستريبيوشن وللكلينيكال. هتقولي يعني اف بايلاترال وسيمتريك ومعاها بلانتنج بالكوست اوف ريليف ومعاها بلورال انفيوجن وهيزي هايلر شادو زي دي، هتشك ان هي بالمونري اديما معايا. لو سكاترد وملهاش ديستريبيوشن معين ممكن هتقولي نمونيا او اوبورتيونستك انفكشن معايا، على حسب بقى الايه. لو عيان مخبوط ويونيلاترال ممكن تقولي كونتيوجن وهيموثوركس. انما انا عايز اقول انه الباترن مش شرط، يعني في انكومن تايب للبرونكو الفولار كارسينوما بتبقى اير سبيس، احيانا اللوكيميك والليمفوماتس انفلتريت يبقى برضو اير سبيس معايا. فانا عايز اشيل فكره ان كل الاير سبيس نمونيا. طبعا بيبقى مهم برضو جدا ان احنا في عيان زي ده، وساعات بينزل كتير في المستشفى، ان يقول لك بورتابل فيلم بوست سنترال فينس لاين انسرشن، لانه ساعات كتير وهو بيدخل بيعمل لون صورة معايا. فده فيري كومن يعني، فمن احد الحاجات اللي بنعلق عليها. واضح كمان ان العيان يعني في الغالب يعني عيان كرونيك وبورتا كاس يعني ممكن يكون اوريجينال كان مالجنت. ده بالمونري قديمة، ده برضو شكل قريب للبالمونري قديمة، لانه يعني او لو هنقول انه بايلاترال بريدومينانت للور زونال اير سبيس كونسوليديشن معايا، مفيش هنا بلانتنج قوي للكوستوفرينك معايا، انما الديستريبيوشن اكتر مع، يعني لو هنكتب هنقول كده انه كويري بالمونري قديمه كويري نومونيك، انما انا ابقى ميال اكتر لبالمونري قديمه. شكل تاني بتاع الريتيكلو نودولار انفلتريشن في الاكيوت بيشنت، احيانا بيجي كده سام سورت اوف بالمونري قديمه اللي هو بيبقى اسمه ادلت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم معايا. يعني لو الفيلم ده جاي لك لعيان كرونيك وعادي هيبقى ديفرنشال دايجنوز مختلف خالص. لو العيان ده من 3 4 ايام كان نورمال والشكل كده، يبقى ده حل لازم نحط البوسيبيليتي الايه لادلت ريسبيراتوري ستريس سيندروم. لا الحقيقه انا مش يعني، بص هو ميكس، انما مش الكونفلوينت بتاع الاير سبيس. يعني انا اقرب لان يعني انا ممكن اوصفه انه ريتيكلو نودولار مع كونجلوميريت كده اوباستي فورميشن لايك اير سبيس. يعني هو اصلا يعني ده الحقيقه مش باترن واحد، يعني ده اير سبيس
والاتكلو نودولا. انا قلت ايه؟ انا قلت الديفرنشال دايجنوز دايليما بالظبط كده بالظبط. نعم. لو لا اولا ممكن يتحط فيه هو طبعا الشيست ده هايبر انفليتد معايا، فهنحط انترستيشال، هنحط انترستيشال بتحفظ. ماشي. ليه بقى ليه انترستيشال بتحفظ؟ عشان بتعمل نعم بالظبط كده. انما في انترستيشال انفيزيما كومبايل يعني في رير تايب، انما عاده الانترستيشال الهول مارك ان الفوليوم بتاع اللم سب فوليومك معايا. انما في نوع بتبقى هي مع انفيزيما خلاص. ممكن يحصل حاجه ثانيه، ممكن الشكل ده ممكن يكون بعض انواع، طبعا الانترستيشال كلمه كبيره انما بندخل فيها حاجات كتيره قوي، بيدخل فيها مان سبيسيفيك، بيدخل فيها سبيسيفيك نيمونايتس، بيدخل فيها حاجه اسمها بوب. سمعت البوب؟ ماشي. بوب اختصار لبرونكولايتس اوبليترانس ويز اورجانيزنج نمونيا. بس كل العنوان ده عشان ما تدخلوش في دايليما ضمن الانترستيشال ديزيز معايا، اللي هو البريدومينانت باترن بتاعه ريتيكلو نودولا. نعم. بصي يعني نمونيا انا ممكن اعتبره نمونيا اوبورتيونستيك زي حاجه اسمها نوموسيستايتس كرينيالي، انما مش النمونيا النوموكوكس اللي هي الباتش معايا، فهي دايليما. انما يعني ممكن نكسكلود تروماتيك وممكن نكسكلود لحد ما نيوبلاستيك يعني ادلت ريسبيراتوري طبعا اكتر حاجه. ده برضو نفس الكلام ل اي سي يو بيشنت مع الاولموست توتال اوبسيفيكيشن للبوث لانج معايا، ولاك اوف ديفينيشن للكاردياك شادو. مهم قوي انك تشوف الفيلم ده تقول الكلمتين اللي انا قلتهم، يعني ازاي توصف لدرجه انه ساعات في حد يقول ايه انكريز اوباسيتي مش عارف ايه انكريز اوباسيتي. فيو هاف انكم يبدو الكلام وانا بقوله بسيط، انما لازم تقوله بمجنون الصح انه ده بايلاترال وسيمتريكال نير توتال وباسيفيكيشن للبوكس لانج فيلم مع لاك اوف ديفينيشن للكاردياك شادو وكل الفاسكولار ميديكال سنترال فينس لاين موجود. ممكن نقول انه سبيرنج الايبكس واللور لانج زون. برضو هنحط الباترن بتاع بالمونري اديما اكتر. نعم. هيموراجيك يعني ممكن ال 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 يعني معرفش انتوا طبعا انا ما حطوش الحقيقه لانه الهيموراجيك يمكن في اللي فات اللي هو البالمونري هيموراج معايا، والهيموراج بيبقى بريدومنت ليبيزال وديبندنت بوستيريو معايا، انما ممكن يعني ده انا الحقيقه يعني ايه تنشن يعني هو ما انا ما اعرفش. عارف انت زي ما حد كده من الزملاء بيبقى معايا بيقول لي ايه لوور يوريتريك ستون او لوور ستون امباكتد ان ذا لوور يوريتر. انا ما اعرفش امباكتد ولا مش امباكتد. امباكتد ده واحد بيدخل يجيبها ما طلعتش، انما احنا بالنسبه لنا لوكيتد او موجوده. انت فاهم قصدي؟ فلا تنشن لو من حقك تقوله يبقى بمس افكت اكتر من كده معايا. لو من حقك تقوله يعني كل او التنشن كله لازم يكون معاه ماركت مس افكت، انما مش كل المس افكت الماركت تنشن. وانا بعتبر الحقيقه كلينيكال اكتر من مش راديولوجي. يعني احنا دورنا مايلد مودريت سيفير وبقيه الاسوشيشن في اندرلاينج لانج ديزيز. يعني ممكن نلاقي مثلا ان اللانج صب فوليومك وفيها سيست، فاقول اه والله الاحتمال تبقى هيستوسايتوزيس فرقعه، احتمال تبقى انفيزيما وبالمونري بولا وفرقعه معايا. انما هنا طبعا مش شايف حاجه، مش شايف حاجه غير انه الشادو ده يمثل ايه؟ دي كولابس البنك. ها؟
هيدرونوم بالظبط كده، ومركب طبعا تيوب. خلاص اللي ممكن اقوله هنا انه اللان كولابس وميرجنج مع الرايت هايلم، وانه عمليا I cannot exclude message معايا يعني عادة لا، انما ممكن جدا الكومبينيشن ده بتاع اللان كولابس، لان الكولابس اللان زي الماس. لو انا عارف العين ده وفي الغالب هو اتركب له ده لانه كان بعد سنترال فينس لاين انسرشن. اتفضل. طيب هو يعني نصعب الدنيا شويه، يعني ايه سيستيك لانج ليجن؟ بص لا ما انت فسرت يعني انيوميريت كوزز اوف سيستيك لانج ليجن. يعني بص انا عايز اقول انه ذيس تيرم في طريقه الى الزواج معايا. كان من البلين فيلم ان احنا بنلاقي مالتيبل رينج شادو، فنحط بقى هيستوسايتوزيس وانفيزيمتس مش عارف ديزيز ومالتيبل انفكشن وبرونكيتس. دلوقتي ده كان امكانيات البلين فيلم، لا مش حاجه اسمها كده، في كذا يبقى كذا، انما يعني ده ديفرنشال دايجنوزيس لحاجات كتيره معايا. بعض انواع الالرجي اللي بيبقى فيها سيست برضو ممكن تدخل، ف كلمه سيستك لانج بقت كتيره شويه، انما احنا في دورنا في الفيلم ان احنا بنقول ان في مالتيبل رينج شادو، وعلى حسب الشكل والديستريبيوشن وان هم ابيرنتلي كوميونيكيتنج مثلا مع التراكيو برونكيال تري اقول ده برونكيكس، لا بايلاترال وسيمتريكال اقول ده لينفانجيو مايوماتوزيس مش عارف ده يعني معايا. فما نصعبش القصه معايا، اولا هنقولها هي يونيلاترال ولا بايلاترال وايه الكوزس بتاعتها. معظم الكتب الجديده ما عادش بتذكرها كحاجه كده يعني. لا هو انا اصل يعني بصي يعني انت هتقولي ان في رينج شادو معايا، ممكن رينج شادو تعتبريه انفيزيما فهيبقى الهول مارك انفيزيما معايا، ممكن تلاقي ابيرنت انها بايلاترال وبيزر وشكلها بروفيت فهتقولي ان رينج شادو اكتر، انما كم انا شخصيا ما اعرفش اكتب في تقرير انه سيستيك لانج ديزيز، لان قولي لي يعني ايه معايا. وعلى كل يعني خلونا نشوف الافلام ده طبعا يعني العيان نفسه during different stages of lung reinflation، فباين برضو النوموثوركس وباين البارشل انفليشن في اللنج، برضو ده عيان ICU ومركب central venous line وmost probably this is bilateral pneumothorax. الفيلم احنا كنا بنعتمد دايما وانتم بكالوريوس على جيل بلاك، لا هو زي ما انتم عارفين دلوقتي الموضوع مش جيل بلاك، الموضوع انه هايبر ليوسنسي ديفويد اوف لاند ماركينج، لانه لو حد حرق الفيلم شويه ممكن يديلك الاحساس ان نوموثوركس. ده فيري ماينور ديجري نوموثوركس شايفينه هنا، وده السيبريتد بلورا، وده الايه الجزء اللي اتكون برضو ده في الغالب كان عيان بيركب سنترال فينس لاين. ما هو يا نوره مش دي بلورا دي ولا دي ايه ده؟ ده ايه ده الشادو ده؟ ها الشادو ده يمشوا معاه من تحت لفوق. لا ما انا مش برضو عايزكم تفوقوا ماشي، مش عايزين نضيع وقت في حاجات مش بيزي معايا. ده مركب شيست تيوب، ممكن يكون في ايبيكال نوموثوركس باي لاترال اير سبيس او جراوند جلاس فيلينج. هو مش حاجه يعني سبيسيفيك لحاجه معينه. نعم في ايه؟ وفي سنترال فينس لاين من الناحيه الشمال، في الغالب ده نوموثوركس بلس اور ماينس كده ريزولفنج بالمونري اديما، انا مش شايف حاجه يعني بصوب نمونك منه. هنخلص حكايه يعني في الغالب الليفت لانج الاكسبوجر عالي مش نوموثوركس، انما لازم تقعد على الجهاز وتحاول تفتحها
لو لقيت برونكو فاسكولار ماركينج تبقى ايه؟ مش نوموثوراكس. لا اول حاجه تشد عينينا هو ده سيرجيكال انفيزيما ان في تشيست وول اير ليوسنسي معايا. ولقيت تشيست وول اير ليوسنسي طبعا احتمالات كتيره، انما لازم افكر في حاجتين. اللي عنده مركب تيوب لا يبقى محصور وادور على ريفراكشن معايا. يعني حاجات بتتبادر كده، كانوا زمان كده احيانا تلاقي استاذ مثلا جاي فيلم قبل السيتي وكده فيلم هانت، فكل الناس بتدور درماتويد وجاوت وهايبر بارا عشان حته ايه من دول نزلت تحت الصبغه، لانه الاير ده بي ايه بيكريب. اوكي فبالنسبه لنا ده كده لو بصينا في الرب اعتقد ان احنا هنلاقي ريفراكشن، بس انا يعني هنا يمكن مش باين قوي في الفيلم ده في الاكسبوجر ده. الاير سبيس اوباست اللي موجوده دي وارد جدا انها تكون كونتيوجن معايا. على حسب الديوريشن. في حاجه تانية كمان معرفش واخدين بالكم فيها ولا لا، ان الاورتيك ماكل ديلينيتد وده في الغالب نوم ميديستاين، يعني وجود الاير الصغير ده يخلينا سسبكت نومو ميديستاينال كمان. يعني لو اتعمل سي تي ممكن الاقي حوالين الاسوفجس. مش عايز ازود قوي على البالمونري اوباستي لانها بتبقى يعني صعبه في وجود سيرجيكال انفيزيما معايا. هل ده موتيد اير ليوسنسي في البكتوراليز ولا ترو اير سبيس؟ ما حدش هيقدر يقول معايا. انا ما بقول لك هو في بوتل بشادو، بس قصدي انه اقول لك حاجه مع يعني انا عندي نيوروفايبروما في سكن وتصورت في ايه اتز ميتاستاتيك نيوديول، ما هو انا بقول كده. فانا بقول هي مش عايزه ازود، انما يعني هعتمد. ما هو لازم تعرفوا يا جماعه ان كل حاجه ليها موداليتي. انتوا عايزين من بلين فيلم معمول تقولوا لا، وما بنطلبش منكم كده في الامتحان. ازاي تفكر؟ ازاي تريكومند الخطوه الثانيه؟ فان الله يامركم ان تذبحوا بقره، ما تصعبوهاش ماشي. هاكم فيه بس، انما بقول لكم انه ساعات كتير حد يوفر دايجنوز. انا مش عايز حاجه من دول غير انه ده وده نومو ميديستاينال وده سيرجيكال انفيزيما وفور بروبر اسسمنت لللانج بارينكيما اعمل سي تي. في بص في الهيلم الحقيقه بروميننت معايا في الهيلم، وهنا اعتقد ان في الايبكس في الغالب في نوموثوركس، بس انا بقول لك في وجود الموتلنج الدنيا بتبقى احيانا هتقول سسبكتد هتقول بص في فرق بين حاجه بطولمونيك او حاجه ديفنت وهنحط احتمالات. انا هحط 2 انت هتحط 10 مفيش مشكله معايا، انما في الاول على مستواكم انتوا عايزين الحاجات الديفنت. ده ممكن يتقال انه يعني احتمال كبير يكون تنشن نوموثوركس. شايفين حتى الهارت دخل على الناحيه الثانيه خالص كانه العين ما عندوش كاردياك شادو. ميتاستاتيك بريست من 1 لـ800,000 او بروستيت معايا. يعني العظم ده الفيلم ده اللانج بارينك ما فيه ولا حاجه خالص. سوبر سكان ده بقى نيوكلير بيتس. انتوا حاطين كلمتين يعني سوبر سكان ده نيوكلير بيتس، ده كلمه نيوكلير بيتس انه عيان بياخد ماده فالعظم مفيش على كل واحد ماشي. انما ده لو انا عملت الصوره كده
شايفين ده؟ ده سكليروزس في العظم. في اسباب مشهوره لديفيوز سكليروزس. اولا نيوبلاستيك وعلى راسهم البريست والبروستيت. في كونجنيتال في كونجنيتال حاجه اسمها اوستيوبتروزس او ماربل بون ديزيز. في توكسيك في حاجه اسمها فلوروزس معايا. في هيماتولوجيكال بعض الحاجات الماستوسايتوزس. ثم في نان يونيفورم بقى معايا ان في مثلا المالتيبل بون ايلاند بيتقال عليهم في مالتيبل بون ايلاند ماشي يعني. وفي تاني حاجه في حاجه اسمها ميلور هيستوزيس. ميلور هيستوزيس ده كونجنيتال برضه. ميلور يعني زي شمعه والواكس بتاعها بيسيح. انما كل دول بناي. انا بتكلم على السكليروتيك بون ليجن. المنظر ده اكشوالي احنا بنسميه ديفيوز سكليروز. انما عاده النيوبلاستيك بنعرفه انك لو دققت النظر هتلاقي فيه جواه ليتيكوسايت معايا. فممكن يعمل ايه تاني بس مش تو ذات اكستنت ويبقى سيمتريك ويتحط في الديفرنشال دايجنوزيس. حد ممكن يقول ياخد جنيه هو ايه ايه ده انا اللي بسالكم هو ايه اللي يعمل سكليروزس كده ممكن لا المطلوب هو ايه غير ليه ان يكون سكليروتيك فايبر برضه صعب بيبقى فيه. انما اللي يعمل كده اكتر الرينا اوستيوجاستروفي. لو عيان بيغسل لو عيان بيغسل احيانا كتير يبقى المنظر كده معايا. لا مش واضحة واضحة يعني انت مش واضحة بالنسبة لك. لا واضحة عشان ما مجيش اضربك. لا يعني هنا هنا في مضلة هنا موجودة. اجيب لك الكلافيك اللي نورمال. انت فاهم قصدي كونك اصلا. انا بحط الافلام ليه؟ لانك متصور ان الفيلم لانك معايا. انا بشيل التصور ده معايا. انت يعني مجرم في حق نفسك لو جالك فيلم سي تي ابدومن واللانج بس فيها ليجر وما قلتوش. انما عشان كده انا بدات حتى للجونيورز اللي معايا ازود حاجات في التقرير. ليه؟ هو حافظ ليفر سبلين كيدني بانكرياس بتاع ممكن يكون عنده باول ماس. فبدات احط في النورمال نو جروس باول ماس عشان اجبره انه يبص معايا. انما من ناحيه كده هنقول هو ربنا مش خالق العظم كورتكس ومضله والكورتكس دنس والمضله. لا هنا في مضله. طب خلاص يبقى مش باين ازاي؟ لو كان سوفت اكس راي انت يعني لا يا فندم عمري ما كان الفيلم سوفت. هتبقى التكنيك في مضله للكورتيكال ديفينشن ذا سيم. انا بقول لك بقى يعني ما تضيعش الوقت في حاجات كده ماشي. ده نفس العيان برضو السباين بتبقى مشهورة بانه الاند بليت مور سكليروتيك معايا نورمال. لو الاكساجيريتد ذيس نورمال باترن بيتقال عليه احيانا باترن اسمه روجر جيرسي سباين. روجر جيرسي يعني ده يبقى اسمه سكليروتيك قوي وده يبقى نيوسنت. قريب قوي اعتقد انه كان فريق كده بيسبول زي الزمالك. الروجر جيرسي سباين ده برضه باترن. احنا عايزين نميز في الاشعه ما بين باترن وساين باثوجنومونيك ديزيز. فالروجر جيرسي بيمشي مع رينال اوستيوستروفي بيمشي مع ماربل بون ديزيز معايا. يعني ليه كذا بيمشي مع كل الاسباب اللي بتعمل اوستيوماليتشيا والهايبر بارا. انما ما هوش سبيسيفيك لحاجه خلاص. فهنا هنلاحظ ان برضو الباترن اللي قريب للكورتكس والمضله وبلتريتن فدول سباين. عينيكم تتعود. انا عايز اقول بس حاجه عشان الدكتور يبقى عارف انتوا ما شفتوش حاجه فما تتكلموش لغايه ما تشوفوا.
انا مش بسوق الدنيا بس بقول ايه الساعات غريبه قوي لدرجه ان انا الشباب اللي معايا متهيئ لي يعني ان انا يعني بفضل الله يعني من اكتر ناس اللي بتعرف الاشعه. بس قبل اي حاجه اما يقول الباترن ده فاقول له ندور عليه بلاش فكره انا ما شفتوش جرايه اسمك ايه ايه اللي ما شفتوش يعني مين انت عشان تقول ما شفتوش انتوا فاهمين يعني انا لسه قريب مثلا انا في الاطفال عايز اقول لكم انه دلوقتي الامور بقت اسهل كتير لقيت حاله دي فيوز بلادر اول سيكتور هو دي فيوز ونان يونيفورم معايا او يعني عشان الحاله الحقيقه لذيذه هوريكم ازاي الباترن انكم ما تعرفوش حاجه ولا احنا نعرف حاجه بس بره بره الشيست يعني بنت كان اسمها فما تفتكروش ان الباترن اللي انتوا شفتوه قريب ان هو ده يعني يعني الساركويد لغايه ما هتموت هتلاقي باترن الساركويد بتعرفه جديد ماشي انما تقولش لا والله هو بيزل والريتيكلو نودولار والليمف لا يعني هي دي بس اللي عايز اقولها عايزين هيستوري بنت عندها 6 سنين عندها نيورو فايبروماتوزيس وكرونيك ريتينشن ودي الافلام بتاعتها يعني ده اوت اوف ديسكشن ماشي اولا ده مين دي البلادر شايفين اللي فيها حد ممكن يقول بلادر وول سكند وخلاص معايا انا عشان غلبان وعارف قيمه نفسي وانه هفضل ما اعرفش حاجه هقول طب هو النيورو فايبروماتوزيس قارينه بليكس فورم نيروما هو ريكورد بليكس فورم نيروما في البلادر دور هتلاقي ان دي بليكس فورم نيروما ومشهور حلقه او اتنين منشور حلقه او اتنين معايا فبس ده اللي انا عايز اقوله الموضوع كبير قوي انما الباترن التيبيكال لا عارفين زي ايه انا بخرج بره الموضوع عارفين العرب كانوا بيكتبوا الشعر ازاي بالاوزان وما كانش فيه وزن يعرفوه يعني علم الاوزان اتعمل من الاتروكليت يعني عنتر ابن شداد ما كانش بيقول انا حكت البيت في البحر الطويل لا هو بيقعد كده يدندن وابنه هي اللي شغاله عشان كده يعتبر اعجاز القران بالنسبه لهم لدرجه انه احيانا كده يقول انه يعني احد الاعراب اللي كانوا مش مسلمين اما سمع والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما جزاء بما فعل نكالا من الله والله غفور رحيم قال له ايه اللي انت بتقوله ده؟ الكلام ده غلط ما ينفعش خالص اللي اتقال قدام ده وتقول الله غفور رحيم فهم قالوا فعلا في غلطه يعني الشده في يعني هو بطبيعة العربية تقول ان الكلام ده مش ماشي فعلم العروض اتعمل ازاي انه من كتر ما هما بيتكلموا بقى فيه تون في ودنهم ففي العصر العباسي واحد ماشي بيدندن بيت شعر في السوق لقى نفسه البيت الشعري ماشي مع طبل نحاس فبدأ يقول الله ده فعول فعول فبدأ يرجع للشعر يلاقي ان ويعمل البخور الشعر انما عنتره ما كانش يعرف ان البحر ده اسمه الطويل وده القصير وده مش عارف ايه عشان كده الودن بالنسبه لهم كانت مهمه فبمعنى ايه يفضل انكم تشوفوا حاجات كتيره جدا وعينيكم وتدخلوا في الامور برفق معايا مش هتنتهوا من التعلم
يعني هي دي النقطه اللي عايز اقوله، انما لازم تشوفه كتير وتفتح الكتاب، وده مجرد خطوه على الطريق معايا. انما سوري انا الاكبر منكم ما اقدرش اقول لا مش باين، او سوري ده فكر مش واضح قوي، لانه الامور يعني فيها حاجات كتيره صعبه. خلاص، فده رجاء يعني علم الاشعه علم يمشي بانه في بلية وصبي لفتره، وبعد كده انت هتعلم نفسك، هتبقى انت البلية وصبي، هتفتح الكتاب وتدور. ده عشان تعرفوا دي حاله منشوره، يعني انا لما دورت يعني حد برضو من الاساتذه المساعدين، لا بلادر وول سيكنج ومش عارف نيوروجينيك، قبل ما يتكتب التقرير نشوف الكلام. يعني عايز اقول بتلاقوا حاجات زي ما انا مثلا انا ما كنتش اعرف، لقيت حاله فيها بايلاترال اوربيتال استافيلوما، بيقولوا لي عيان عنده ابلاستيك انيميا. انتوا طبعا بتعيشوا حاجه تانية خالص، احنا عشنا يعني لما كنا مثلا نبعت لاهلنا جواب ابي العزيز مش عارف ايه، انما انتوا دلوقتي الدنيا، فحتى واحنا نواب بندور على ساتون، انما دلوقتي لا اكتبوا في الكتاب في النت زعبلومه في البطيخومه هتلاقي مكتوب حاجه بقت غريبه جدا. فكتبت استافيلوما في بلاستيك انيميا، لقيت ان في كورليشن قوي جدا ما بين الاستافيلوما وحاجه اسمها فانكوني انيميا. فانكوني دي ابلاستيك انيميا، انا مش عارف معايا. انما من الصعب جدا انه حد ايه يعني يدخل في، انا مش هذاكر شيست الا بخلص الجي اي تي، مش هتخلص الجي اي تي حبيبي في حياتك، فناخد البيزك 10% وبعدين نرجع تاني 15%، يعني الامور بتمشي كده. انا اسف يعني اني طولت في الجزء ده، بس انا اعتقد انه هذا الفكر دي برضو بليكس فورم نيوروما في بلادر، ودي منشورة في نت، يعني دي مش بتاعتي مش خلفي. احنا كنا يعني عايزكم بس يعني على قد ما تقدروا تساعدوني ان احنا نشوف اكبر عدد من الصور، وبعد كده ممكن عشان يعني عايز كل الباترن تحاولوا تشوفوها معايا. هنا ليجن بسيط جدا، سكليروتيك ريف ليجن، دايجنوستيك بوسيبيليتي ميتاستاتيك او برايمري اوسيس، يعني مفيش ما يمنع ان دي تبقى اوستيوجينيك ساركوما ولا يحلها الا البايوبسي معايا. خلاص، طبعا مالتي بليستي حاجه تانية هتساعد، انما لو سنجل ممكن ما اقدرش. انا ممكن اقول ان دي في الغالب ميتاستاتيك لانه منظر الريب ده مش حلو قوي، انما يعني هتلاقوا مثلا سوليتال كلافيكل ليجن وهو اوستيوجينيك. هتقول لي ايه وان دي ساركوما مثلا او واتيفر، وبعدين بعد كده لما هتكبر وشعرك يشيل هتحس انه ده في سوفت تيشو اوستيوجينيك ساركوما ومن غير عظم خالص. ما تقولش بقى لا ما اعرفش مش مكتوبه في الكتاب، موجوده، فاهمين يعني واخدين بالك، انما لازم تدخلوا الطريق برفق. ده باترن برضو مهم جدا، لانه دايما انتوا بتقسموا الباثولوجي في اللنج لبالمونري وميدياستاينال. عايز اقول لكم ان ده اكسبانسايل ريب ليجن، اكسبانسايل ريب ليجن، وانه الريب لما عمل كده بقى سوفت تيشو نيوكليول معايا. بمعنى ايه تاني؟ لو انت عندك نيورو فايبروما زي ما قلت في السكن وصورت بايه؟ النيبل شادو بيبان ازاي؟ لو يوني لاترال نيوكليول. فهنا برضو ايه الجايد لاينز اللي ممكن تخليني، هو ممكن يكون بالمونري، انما ايه الجايد لاين اللي تخليني اقول ده احتمال يكون بوني ثوراسيك، انه الونجر انه بريفرنت والونجر ريب
الاينمنت معايا، واللانج بالينك ما حواليه بين الشارب. نادرا ما تلاقي الامور عامله كده، انما اللي بقوله ده كله سبجكتيف معايا. فساعات كتير بيبقى يعني، وده حاجات حتى بتدخلها في الامتحانات عشان نتبسط كده من اول ما بتاع ده. فتلاقي يقول لك برونكوجينيك، ما تنفعش حاجه ثانيه، لا ما تنفعش. فانا اللي عايزه منك في حاجات ما تنفعش، وفي حاجات لازم تفتح الباب، لازم تقول ديفرنشال دايجنوز. لا يعني انا هقول ان في اوباستي على الشست وول في الحته الفلانيه، وانه مهم جدا في الافلام اللي زي دي وانت بتشوف فيلم زي ده انك تقولي الاندرلاين ريب عامل ايه. فلو انت عايزه انا هقول لك من الفيلم ده، انا اقول لك ان انا هقول بني. ليه بقى؟ شايفه الريب الفوقاني وشايفه الريب التحتاني؟ قولي لي بقى ايه ده فين؟ معايا؟ ده كلو بس هتعلميه انه، او على الاقل وجود اللاك اوف ديفينيشن للريب ده يخليني اقول احتمال تكون بني. وصلت؟ لا هي يعني ده لو ممكن تكون بريفرنت برونكوجينيك وعامله بون ستراكشن، يعني ده الاحتمال الثاني. انا كنت مختلف في الوصف، يعني انا لو شفتها وقلت انها بلمونري ريجن وعامله اندرلاين بون ستراكشن. لا هتفرق في الوصف طبعا، هتفرق في الوصف. ساعات بتيجي حاجات يعني مثلا لو العيان ده معاه، يعني انا شخصيا من الفيلم ده يعني اشم ريحه المالتو والمايلوما، لا معلش، لانه المالتو والمايلوما بتبقى عاده ديستراكتيف اكسبانسايد ليجن، او هحط ديفرنشال دايجنوز. نعم اكسبانسايد، لانه زي ما قلت لك شايفه الريب ده يا دكتوره، الريب الثاني ده اتعمل كده. بلورال وبونت ستراكشن وارد، بس يعني البلورال ليجن الفوكال زي دي فيري رير. ما هو انا برضو بقول يعني عايز اقول ايه برضو، في خلونا في صفحه الوفيات، الباتر المشهور الميزوثيليوما اللي ديفيوز ولانج فوليوم لوس ونوديولاريتي معايا، انما هتيجي بعد كده تقول لي ده سمبل بلورال فيوجن وطلع ميزوثيليوما. موجود. ممكن تسكتوا؟ ما تزعليش مني. عايزكم تشوفوا البلين ونتكلم بعد كده عشان ما نضيعش وقت، خلاص؟ ده فيلم سبوت عليه مبين انه الريب مش موجود. حد شايف حاجه؟ ده يعني لو عايز اغتت على حد زيكم في الدكتوراه. فاقول له ان الفيلم ده فيه شويه سوب بابل ابييرنس في السكابيولا. وكل سكابولا فيها كده والريب فيها كده، في الغالب احط بوسيبيليتي المالت والمايلوما، بس ده فوق قوي. واحط بوسيبيليتي وانا ايه بقولها وبجري، مش بقولها وانا ديفينت معايا. يعني ده الفرق، ان انا ممكن مفيش ما يمنع ان اكون كده، لان انا بقيت دلوقتي على مالتيبل ليجنز. ده باترن ممكن حد يقول لي ما شفتوش. الريب ده باختصار عشان ما اضيعش وقت، مالتيبل مايلوما. وبعدين لو غمقت الفيلم هنا هتلاقي في واحد تاني. اللي عايز اقوله انه في اسباب كتيره للاكسبانسايل ريب ليجن. على مستواكم لازم تحفظوا اثنين، فايبروستيليزيا ومالتيبل مايلوما. في اسباب تانيه عايز اقول ان ده الكورتكس. فالريب ده شايفين اللي عامل كده يونيفورم ترام لاين عمل كده وموتل ذا ابييرنس. انما في اسباب ثانيه كتير. كرونيك اوسيمرايتس هقول لك جايز، نون سبيسيفيك تي بي فريب جايز، انما على مستوانا احنا غلابه هنقول مالتو والمايلوما وفايبر ديسبليزيا. هو هنا لو لاحظتوا، بس ده الفيلم طبعا مش حلو قوي، شايفين الريب ده هنا في ريترو كاردياك اكسبانشن في بوستيريور ريب، وجود اكتر من واحد يخليني اشك في انه بوني اكسبانشن.
انسول لانج انا حاطه عشان اسباب الاسكليروتيك بالظبط كده. لو ده ميل ده اكتر حاجه بتيجي فيها البروستيت, يعني ده الميتاستاتيك بروستيت. وزي ما قلنا انه لو دققنا النظر هنلاقي اكشوالي ات از نوت يونيفورم وفي ساتل يوسنسي جوه السكليروزس. يعني الفيلم ده انا عامله هارد وانا بقوله في اللاين سليمه. فيلم في سنترال فينس لاين, في بورتا كاس, الهارت بوردر لاين, في انفولدد اورتا. حد شاف حاجه ثانيه؟ ايه يعني ممكن يعدي بالنسبه للناس الكبار؟ لا, في ريد في الابر لاند زون ايرودد كونسيدر ان دي بريست كانسر, يبقى ده متاستاتيك اللي هو الريد ده. فلازم زي ما قلت عينيكوا توسع, بلاش الفيلم يتكتب من الظرف ماشي. يعني يو هاف انك تبقى سلحفاه وليس ارنب, تواضع لله ماشي. الاستاذ اللي بيفضل طول عمره واثق انه بيكتب صح بيفضل حمار, واللي بيقعد قدام فيلم يعني القواعد لازم تعرفوها. ما تكتبش فيلم وانت في الطرقه, ما تكتبش فيلم وانت مستعجل, اهتم بالكلينيكال جدا وما تهتمش بالكلينيكال خالص. ازاي؟ ساعات كتير الكلينيكال بتقولك ايه يا دكتور حسن ده بيكح, الفيلم نورمال. فهتلاقوا فيه طريقتين, انت عندك تشيس اكس راي الاثنين زي بعض, واحد بيكح وواحد تعيين. فيجي الدكتور للي بيكح يقول برومنت برونكوفاسكولار ماركينج, والتعيين يقول نورمال. اكشوالي هما الاثنين ولا حاجه. فالهيستوري مهم, بس امتى الهيستوري؟ لما يسبورت يور فايندنج. احنا ثلاثه اوضاع, انا بحكم في سيكتور الاشعه. هيجي يقول لك العيان كوماتوز, كوماتوز بس الام ار برين نورمال. بلاش بقى نفتح الفايندنج, انت فاهم قصدي؟ اقول لك حاجه ثانيه, مثال ثاني. احيانا بعض الناس يقول لك ده عيان عنده بروستات كارسينوما وعنده سوليتري ليجن راديولوجيكالي التيبيكال باترن بتاع اوستيوجينيك ساركوما. في الحاله دي هتكتبي مين؟ البوسيبيليتي الاول انه اوستيوجينيك ولا متاستاتيك؟ لا, الاشعه يقول لك تكتبي ايه؟ انه اوستيوجينيك, لان انا بحكم مين؟ الاشعه راديولوجيكالي. انا بتاع اشعه, الباترن بتاع الاشعه ده اللي لو وريتهولك من غير هيستوري يبقى اوستيوجينيك معايا. تاني حاجة هو بتاع الأشعة هيقول لك كده, هو مفيش بيك سكند بيك للأستروجينيك في الأولد إتش, هو في مانع للدبل مالجنس معايا. فاهتمينا بس الباترن ده, يعني الباترن ده لو أنت حطيتيه من غير أشعة من غير هيستوري إيه وأنت مغمضة هتعلميه للطلبة إن ده أستروجينيك ساركوما. ما تغيريش رأيك قوي, إحنا بنقول في النص هنحط الاثنين معايا, هنحط الاثنين, انما في الاخر خالص انا بحكم الاشعه, انا محكم في الاشعه. ما هو بس انا عايز, ما هو بقول لك يعني هقول لك حاجه ثانيه, هقول لك حاجه ثانيه للهيستوري. مثلا بريست كانسر وفوكال هيباتيك ليجن راديولوجيكال هيمنجوما, لا انا لا اخجل ولا اضعف ان انا اقول هيمنجوما, انما انتوا ساعات بتعملوا حاجات كده كلمات تهوى بها في النار تخلي العانة ما تنامش. نون كيس اوف كذا كونسيدرنج السي تي فايندنج ذا بوسيبيليتي اوف ميتاستاتيك هيباتيك فوكال ليجن شود بي كونسيدر, العانة مش هتنام لانه راديولوجيكالي انا بقول انه سنتري بي ذا الباترن وبريفرن وديليت فيلينج. ده اللي بقول لك ساعات الهيستوري بيدورك. وصلت؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ معايا؟ فانما لو متاستاتيك بريست, لو سوري لو بريست والفوكال ليجن ده اندترمنت من حقي, انما لو تيبيكال هيمنجوما هقول لا اتس تيبيكال هيمنجوما. انا بقول كده لان بعض الزملاء اللي بيبقوا الجونيور معايا مثلا معهد الاورام ساعات ناقص يقول على الابر جرانديرومتس نوديولز متاستاتيك, لانه كل العيانين عندهم شيء هوجكن بريست كانسر. لا مش عايز اقول كده بقى, لانه ما كلنا عندنا تي واخد بالك. فهي دي الفكره, اهتم بالهيستوري وما تهتمش بيه.
دي كان معانا استاذ وكان بيحط الحب ينزلها في الدكتوراه عشان يبرر في الطين. اولا حد بيقول انيوريزم معايا وارد في الديفرنشال دياجنوست يعني في هايلر اوباستي كلام سليم وارد انها تبقى بالمونري امبليز بالمونري انيوريزم وارد وارد انها تبقى بالمونري ليجن مش قوي لانها قريبه قوي قريبه قوي للريبل بريفرن وارد انها تبقى بوني ثوراسيك ولا مستحيل وارد وارد نعمل ايه تاني مبدئيا مو نعمل لاترال ترجح حاجه نعم ترجح انها اكتر بني وبسيوبيدياستينال او على الاقل نفت انها بالمونري انوريزم متفقين ولا لا عندنا احتمال دلوقتي انها تبقى لونج وورا مفيش ما يمنع او برايمري ريب ليجن معايا انما مش او بسيوبيدياستينال ده السي تي بتاعها الاستراكت ليجن ده اللي انا بقوله انه الامور يعني عارفين زي كان زمان اتقال الباترن بتاع الالفولار بروتونيوزس كان اسمه ايه ها الكريزي بيبي ده باترن وليس باثوجنوميك في الاول اول ما كان ده بيبقى مع كذا انما بدا يبقى فيه لسته تري البد لا ده مش ده برضه باترن ففي حاجات بتبقى لا دي سبيسيفيك اير فلويد ديفل فوسيس ليجن اه لازم نحط الانوريزما البولسس انما مش كلها في ليجن ثانيه فيها اير فلويد ليفل ومش انوريزما البولسس فده بيبين قصه ان انا ديدنت رش لسبوت دايجنوست من حاجه واحده لا هفتح الدنيا واشوف الفيلم واي لنج اوباستي لازم تكومنت فيها على النير باي بوني سوركس ريب او لازم تقول لو مش شايف حتى اقول ده نزل دكتوراه لا ما هو بينزل حكايه كده الاول يعني كده لغايه ما تغرقي تحت وتقولي لانج وبرونكوجينيك وحاجات كده يبدا بقى هو بينزل واحده واحده مش هينزل كله مع بعض لا هي بوني ليجن بقى طلعت ايه ممكن تكون متستاتيك انا رايي انها اكتر حاجه متستاتيك عندنا قاعده مثلا ان البرايمري او سوري الاوسياس ليجن في السن الصغير عاده برايمري والبوني ليجن في السن الكبير عاده متستاتيك حتى لو كليتن او شايفين عامل ازاي وطبعا ليه انترا سباينال ايبيديورال كومبوننت عادي خالص بس بيبين لكم انكم لازم تشوفوا الريب حاجه حاجه وانه هنا في فراكشر ريب معايا وفي فوق برضو هنا برضو في مالتيبل او ليفت تشيست وول ديفورميتي مع مالتيبل اولد فراكشر معايا مع بلانتنج للكوستوفرينيك انجل ساعات تلاقوا يعني حد بقى بي اوفر دايجنوز يعني عندنا الدكتور هاني ممكن يجيب فيلم زي ده ينزله ساعات يقول لك والله المسافه ما بين الدايفرام والاير في الاستومك زياده شويه طب كويس يعني ايه ده جاستريك فاندر كارسينوما فانت لا تملك غير انك تنحني لا يعني انا مش عايز المرحله دي معايا لا يعني لانه يشمل حاجات كتيره قوي انما عشان تحط فيلم زي ده سبوتنج هنرفضه في فرق بين السبوتنج والدسكشن طبعا هتروح تقولوا له نعم بصي احنا هنقول بلانتنج عشان كده اكشوال بلانتنج كوستوفينيك باي بلورال فيوجن ده سيجنال يعني هنا عمليا ما لم يكون كونفكس ورايزنج للاجزيلا والشكل بتاع بنقول ان البلورال فيوجن ده سيجنال على اللاترال لا ده من ديفورميتي بتاع الدرف بس هو الفيلم مش ايه
عادي مالتيبل بوليت يعني. نعم قرطوش ده برضو مالتيبل ريب. هنا برضو مالتيبل ريب على الرايت سايد. الرايت سايد شايفينهم ده فيلم يعني باتر موصف انه هنقول ان فيه almost total او partial classification للرايت هيمسوركس من الميدل زون معايا مع upper air fluid level مع الاوباسيتي اللي هنا دي مفيش فيها اير برونكوجرام الاندرلاينج ريب كويسين الهايلام والرايت كاردياك بوردر كان بي ديماركيت. دايجنوستيك بوسيبيليتيز هنا طبعا تعرفوا السيلويت ساين. سيلويت يعني ايه؟ يعني انا بشوف الهارت عشان الهارت سوفت تيشو واللنج اير. لو حصل ان الهارت بقى هواء او اللنج بقى سوفت تيشو مش هشوف الكلام ده. فيعني ان اللنج دي حصل فيها كونسوليديشن او اوباستي. اكتر حاجه هنا نحطها انه ده فتر بتاع ابسس. بس اذا انفلاماتوري ولا النيوبلاستيك ممكن نختلف معايا عاده. يعني انا ده الشكل اكتر بتاع الانفلاماتوري لانه الانفلاماتوري ابسس عباره عن نمونيا وحصل فيها بريك داون. انما التيومر عاده نيديول وحصل فيها بريك داون. وبتلاقوا عندنا قاعده مهمه جدا في العظم عكسها في الشست. ايه اكتر ساين تقول ان الليجن ده البوني ليجن بناين ولا مالجنون؟ حد يعرف؟ نعم؟ لا بالضبط كده. ما يسمى زون اوف ترانزيشن هو اسم شيك انما الديفينيشن بتاع الليجن. لو انا جيت قلت للدكتوره ادي العظمه السليمه وادي العظمه الايه؟ الديزيز. لو الخط ده واضح فده بناين بصرف النظر عن سايز والبون ديستراكشن. لان يا جماعه اي ليجن سوفت تيشو بالبريشر هيعمل بون ديستراكشن معايا. القاعده دي معكوسه في اللنج. كل ما كان الليجن هيزي وان ديفاين مع نمونيا وكل ما كان شارب مع نيوبلازم معايا. فده انفلاماتوري بروسيس نمونيا وقلبت بيه ابسس. طبعا هنكونفيرم بايه؟ بسي تي. ده نفس العيان مع الفول اب شايفين صغر جدا وبقى ريزيديوال كده هايلر اير فلويد ليفل. ده ينطبق على اخونا الثاني انه لازم نحط هنا انه احتمال ان يبقى النيوبلاستيك اير فلو ده. شايفين اللنج معقوله في حوالين ده السبيكيوليتد اوت لاين ممكن يكون انفلاماتوري ما قلتش حاجه انما لازم نحط احتمال النيوبلاستيك كابيتال. حسينا بالفرق؟ شايفين الديفينيشن عامل ازاي غير الثاني خالص والكلير لنج بارينك ما حواليه والسبيكيوليتد مارجن تقول ان ده ممكن تكون نيكروتايزنج تيومر. هو انا كنت بسال المره اللي فاتت في حد عندنا من يعني من دفعتي الدكتوره الفريه اكيد تعرفوها الدكتوره بتحب التشيست قوي. فانا كنت دايما الحقيقه بقول هو لو ايه لو سيست لو فلويد كونتيننج ليجن في اللنج يسمى ايه؟ نعم؟ فلويد اه من قصد بس يسمى ايه في الوصف؟ لا هي قالت السيست يبقى ايه؟ معايا؟ فهيتقال له ديول اوف فلويد دنسيتي معايا؟ يعني السيست لا ينطبق السيست في اللنج. وصلت؟ يعني في اللنج اللنج سيست از اير كونتيننج. نعم؟ لو لقيت كافيتي يا اما تلاقي في البلين فيلم اير فلويد ليفل
لا اما بالسي تي تلاقيها فلويد دنسي. وصلت؟ وصلت. انما اللانج سيست اير. يعني اللانج سيست زي البوله بس ليها وولي. يعني البوله اتزا سيست وزود وولي. معايا؟ عشان ساعات كتير انا وانا بوصل ببقى يعني ما انا مش عارف يعني هوريكم برضه يعني حد يفكرني هوريكم مالتيبل هايداتك في اللانج والليفر. فبتبقى اكشوال هي فعلا بتبقى نديول انما في السي تي بيبان انها فلويد دنسي. هنا عندي يعني اوبلونج شيب سيستك ليجن وليه سيك وول. طبعا في احتمالات كثيره انما وارد بالحجم ده في السن ده انها تبقى ريزولفنج نيماتوسيل من انفكشن. معايا؟ على حسب المكان لو ده فرام وطالع ممكن نحط هيكا سيرنيا. في بعض انواع النمونيا بتعمل كده بيتقال عليها نيكروتايزنج نمونيا. نعم؟ لا دي الهواء احنا قلنا انها مش متفقين انها هواء يبقى ده وليها وول يبقى سيستم. معايا؟ ايه رايكم ده؟ هي بتقول انتي انفاركشن مفيش مانع بس هي معتمده على تريانجولار وبريفرال وبيج انما اتز اير سبيس كونسوليديشن اللي ممكن تدخل فيها انفاركشن وممكن يدخل فيها نمونيا. الفكره فيها بيتبين القاعده اللي قلتها لكم الاوت لاين بتاعتها نارو زون اوف ترانزيشن ولا وايد زون اوف ترانزيشن؟ ها؟ وايد. لا التيومر بيبقى شارب فلانها كده يعني انا حاجه اقول لك هو بس خلصت هنا مما هنا في شويه فيلنج فعشان كده ده اللي بيميز الانفكشن. فدي نومونيك او اير سبيس سوري ده التيبيكال ابر لوب كونسوليديشن في الاطفال. دي بوردر لاين يعني دي ما حدش يشخصها سبوت دايجنوز. معايا؟ يعني اول حاجه هنقول طبعا انها نومونيك او اير سبيس انما وارد جدا ان العيان ده يكون ارتيلو فينس مالفورميشن وعندي حالات كده. معايا؟ فانا لو سمحتوا بوسع الامور انا بحاول اوريكم التيبيكال باترن والحاجات اللي فيها ديفرنشال دايجنوز. اوكي؟ يعني محدش يقول لي لا دي باينه انها ال ديفاين وفيها كده زي اير برونكوجرام انها نمونيك. ده ايبيكال اوباستي وحواليها سيستك ارياز وايريوسنسي. اكتر حاجه ممكن حد يقول نيوبلاستيك ما فيش ما يمنع بس ارجعها ورا شويه انما انا احط احتمال قبل كده ان يبقى تي بي كافيتي وزي مايكروتوما فورميشن لانه كمان فيها ريتيكوليشن طالعه من الهايلم. شايفين دول؟ يعني في فايبروتيك باند انما وارد انه نيوبلازم يحصل في عيان عنده كان عنده تي بي وارد. ده تيبيكال تي بي باتر لوس اوف فوليوم مع تراكشن مع بلورال سيكننج. معايا؟ مهم جدا ساعات كتير او مش ساعات كتير ساعات قليل قوي بيبقى العيان ده بيجي له بانكوس ملوش علاقه انما على مستوى البلين فيلم نو ايفيدنس اوف مالجنسي. البوني الثوراسيك كيج كويس مفيش حاجه انما ممكن جد يعني عيان ساعات يجي مثلا زي ده كده اقول لك ده عنده ميتاستاتيك انون اورجن فتقولي لا ما ينفعش. ففي الحاله اللي زي دي لازم تتواضعي شويه وتعملي سي تي تلاقي في وسط الدايليما دي في سمول بالمونري ليجن. ده برضو التيبيكال باترن بتاع التي بي الابليفتنج للديافرام بفايبروتيك باند. انت سكت ليه؟ قول. ده مش صعب والله. كابيتال ليجن دي السهله. في ايبيكال اوباستي احنا اتفقنا انه اول ما نلاقي اوباستي نشوف الريب اللي حواليها فهنا في فلوتنج ريبس يبقى قفلت الموضوع انه مالجنت. يعني الريب ده شايفينه في ريبس مش موجود ده حته منه
ده حته من رب، ده مش مكمل، صح ولا لا؟ فاي اوباستي لو سمحت العب في الويندو وشوف اذا كان في اندرلاينج ريب ليجن ولا لا. فده طبعا نيوبلاستيك ايبيكال ليجن اللي ساعات بيسموها بانكوس، والكابيتال ليجن في الغالب انسيدنتال. نمتوا ولا لسه؟ لسه. وانا قلت انه الوايت زولو او الفايند ليجن اكتر انفكشن. و ماشي، طب هنا بقى انت هتتوهنا معاك، ده مين فيهم؟ ايه رايكم في باراتراكيال ليجن؟ كلام سليم. وميرجنج بريفرالي كده وايل ديفاين، صح؟ بس والله العظيم اللي عندها برونكوجينيا. بدانا ندخل اصعب شويه. ده مفيش ما يمنع الاثنين مع بعض، انه سنترال ليجن وديستر كونسوليديشن. ده العيان اللي هيجي لك، في عيان هيجي لك تقول اتز نمونيا زي اللي انت شفتيه بريفرال معايا، وده مفيش مشكله فيه. في عيان تاني هتقول برونكوجينيك، في عيان تاني هتقول انه باترن بتاع نمونيا، لكن السنترال لوكيشن والشكل بتاعه وارنت كلوز فولو اب تو اكسكلود اندرلاينج. يعني بقى عندي ثلاثه، وصلوا؟ ان في واحد تيبيكال بناين او انفلاماتري، في واحد تيبيكال مالجنانت، في واحد لو سمحت يعني ما تستهنفش بكلمه فولو اب، لانها ساعات هي اللي هتعمل كده. مستعجل قوي روح اعمل له سي تي، يعني عندك حواليكوا السي تي بتاعه معايا، بس لانه جاي في مرحله النمونيا باين كانه انفكشن. خلاص ده تقدروا تقولوا النمونيا ريزولف، ده السنترال برونكوجينيك. ما حدش يقول لي ده هايبر ليمف نود، ده سبيكيوليتد اوت لاين معايا. طبعا لازم نبص على الريب، بس شفتوا الفرق ما بين الريب ليجن اللي بيبقى حتى هايلر والبالمونري؟ البالمونري مش هارشر، الثاني بيبقى فيري سموث لانه من بره معايا. يعني الحاله اللي احنا شفناها اللي كان هنا فيها ريب ستراكشر، انما دي ما ينفعش حد يقول لي دي ريب ليجن. ده برضو ينطبق على انه ماس وعامله ديستال افكشن وجاي عامله كرينيك نيرف باراليسيس. بس ممكن يعني على يعني سايت ليجن، انت انا مش شايف سايت ليجن، انا شايف انه اوبيك رايت ابر لانج زون وده افرام عالي. بس فانا بقول الاحتمالات القويه اللي تربط دول هو كده، متهيألي باين من هنا في اوباستي ماشي، انما انا مش شايف ماس. انا بسجست معايا انه ده يعني لو بينه مونيا ليه ده يفرام عيني؟ ما انا برضه لازم اعرف. طيب وهنا هي ايه ديفايند ولا لا؟ بين البنين. فممكن يفسر ده، ممكن انا بقول انه هنا في ماس وديستال افكشن والماس دي اخذت الفرانك. نعم نعم ماشي. الكولابس هيعمل هايبر انفليشن معايا، يعني مش هيعمل حتى في اللانج الثانيه واللي فيها، يعني الكولابس وارد في الاحتمالات. يعني انت عايز تقول ان ده كونسوليديشن كولابس، الحقيقه ما شفتش كونسوليديشن كولابس رفع الدياجرام. لا ماشي، المفاهيم في مكانها ده قفلت الفوكس وعمل كولابس. وارد وارد وارد، بس يمكن انا ببقى دايما في السيناريو الاسوأ. مش ما هو بص احنا عايزين نقول لوس اوف فوليوم، يعني هم هو ليهم حق في كده انه يعني لما يكون في لوس اوف فوليوم اكسبت ان الدايفرام اتلطع. الحقيقه ما بشوفهاش. نعم انا ما بشوفهاش معايا، يعني لوس اوف فوليوم ما بشوفش الدايفرام من الحاجات الثابته في العادي، يعني انما في يعني من ليس من ضمن الكلاسيك فيتشر اوف لوس اوف فوليوم اللي بيت الدايفرام ان الجسمانه بتتحرك. انا يعني السؤال ده انتوا بتسالوني وانا ما جاوبتش عليه قبل كده،
بس بفتكر الحالات اللي شفتها لا ما شفتش لوس اوف فوليوم، بلاقي اللنج كل الدنيا سيمتريك السموس او سيمتريك السمول، انما الدايفرام بالذات لا. ما احنا قلنا ان انا بقول احتمال فرانك نيرف البالانس معايا ده، لانها تو ليجنز، واحد رايت ميدل زون وواحد باراكارديا، والاثنين يعتبروا ويل ديفايند، لازم نحط احتمالات ميتاستاتيك معايا. نعم يا فندم. في متهيأ لي اللي هو ده ولا ايه؟ انت قصدك ده؟ لا متهيأ لي يا دكتورة ده واحد وده الثاني، متهيأ لي مفيش فيهم حاجة يعني نو جروس افكشن. ما لا ما انا برضو معلش يعني مش عايز برضو تحسبك يعني يعني بتاع الأشعة لازم يبقى في النص، له كل عيان يقول وارد ان يكلوت في الأرض ولا كل عيان يقول سليمة إن شاء الله. ده بقى هتتعلموه يعني هتشموا كده يعني في سنس بيبقى كرييت عندكم. معلش استأذنكم ثانية واحدة. دكتورة فاتينة تقعد كده ازاي؟ طيب خلاص طيب. لا لا خلاص انا كنت خليتها يوم الحد، انما لو انت خيرتيها خلاص يعني انا كنت حولتها لحد واتفقت مع احمد واكرام فعلى حسب حضرتك. لا لا ما فيش مشكله، لا لا ما فيش مشكله خلاص باذن الله ب 9 الصبح ان شاء الله. خلاص ماشي يا فندم، مع الف سلامه استاذ معاذ. اصل حد انا مشرف عليه وكنا عارضين له ميعاد رساله المناقشه بكره وبعدين اتاجلت. برضه هنا على الاقل بالاضافه طبعا البيزل بيلينج والبرونكو فاسكولار ماركينج اللي هي سينايل تشينجز، انما في ويل ديفايند مش باين قوي اندرلاين جريف ليجن، مفيش معيان عند دي تبقى سمول بريفرال برونكو جوز. اللي انا عايز اقوله ساعات كتير انه ليجن اصغر من ده بيعمل فيري هيوج ميتاستاتيك، يعني الموضوع ملوش علاقه بالبرايمري وحجمه قد ايه. ده قصه ريزلة، ما تخلينيش احكم ده ميدياستاينال ولا بالمونري. كل بريفرال ليجن اللنج موجوده في كل حته، انما كل بريفرال ليجن لازم احط مع اللنج البلورا والشست وول خلاص، وكل سنترال ليجن لازم احط مع اللنج الميدياستاينال معايا، مش هقفلها انما مش هقول كلهم ميدياستاينال وكلهم. هنا الحقيقه انا رايي انه ده طبعا باين فيه انه هايلر ماس او اوباستي وطلع على الابر زون وليها مور ليس ويل ديفاين والسراوندنج لانج فيها باتش كده اللي هي الحتت اللي هنا باتش بيلينج، بس كل ده سكندري افكت. اقرب حاجه بالنسبه لي او انا شايف انه نقط بالمونري ولا ميدياستاينال اكتر، انا متفق على كده انه نعم. لا ريتروستر جويتر، لا الجويتر مش كنتش هتلاقي اللانج ايبكس معقوله كده، يعني بالعكس ده انت هتلاقي الدنستي عاليه فوق، يعني شايفه الحته دي مش بنفس بياض ده. فعاد تاني حاجه التراكيال شيفت مش كومباتبل قوي، وارد يكون اورتيك انيوريزم، وارد يبقى ماس، وارد يبقى نيوروجينيك تيومر جايز معايا. طبعا محتاجين لاترال ومحتاج الانسيس ديفيوجن في الحته دي بالذات، يعني القد انما في الديفرنشال ما اقدرش اقول لك لا. ده ديفيوجن عادي، ده التيبيكال ديفيوجن
اللي هو بيبقى طالع للأجزلة ومعاه الكوستوفرينيك أنجل معايا. ده برضو فيوجن ماسيف ومعاه كونترالاترال ميدياستينال شيفت. هنا البورتاكاس والفيوجن مش شايف حاجة تانية. ده بالظبط يعني هي الدكتورة عشان شافتها قبل كده شافتها معايا يعني او شافتها مع حد. انما يعني هي بتفكر انه فعلا اي ريتروكاردياك ليجن ومعاه اير فلويد ليفل لازم نفكر في هيبوفيل. واللي بيطلع في 99% كده طب ممكن يكون باراسفاينال سيستيك ليجن في اير فلويد ليفل. انما يعني ماشي انما بالتيبيكال كده هيقول لكم العيانين دول سن كبير وجاي عنده اي حاجه كحه وتلاقوا الموضوع كده. كنا زمان بنفرح ونقوم نديله بلعه باريوم ونصورها. دلوقتي من كتر ما بنشوفها بقت معروفه يعني ساعات كتير بتبقى اصعب بيبقى ما فيش فيها الانف لو كده. في الحاله دي هيبقى الاسباب ايه؟ هتبقى طبعا هرنيا. انما برضو الفرس فاينل ليجن ممكن تتحط لاحتمال اللي بعد كده كمان تبقى ايه اللي تكون هارد الانفلاماتو كلها بتبقى الستريت بوردر ان ممكن يبقى هارد ليفت اتريوم. انا بقول لك بس مش ايه في الحاله بتاعت الليفت اتريوم هيبقى في شيء يخلينا اقول ان ده ليفت اتريوم ان البالمونري تي هيبقى برومينانت او ما يسمى مايترالايزيشن. يعني لو لقيت ريترو كاردياك اوباسيتي وزاوت مايترالايزيشن حتى لو ما فيش فيها اير فلو ليفل الكومنست از هيتسرب. وصلت البتاع ده على حسب بقى بالنسبه لايه هنا يعني انت عايز تبلعه اعمل له بلع الباريوم او اعمل له سي تي. هنا بقى دي الصعبه شويه بس برضه باين فيها اير فلو ليفل. شايفين ريترو كاردك دي اوباستي برضه ديفرنش بس دي يعني فولفوليتد هرني اللي هي ده الاوباستي دي اللي طالعه دي يعني الاستومك بقت طالعه مش الشكل التيبيكال اللي على الليفت سايد بارا سباينال. ده الشكل الصعب انه ده اوباستي ده الهارت بوردر مفيش حاجه وراها. النموني عاده هتبقى مور ليس خط مستقيم انما دي اوباستي دي برضو هيتسهرني بس ما كانش فيها اير. اللي انا بقوله بقى انه ده ممكن يبقى ليفت اتريوم بس عشان يكون ليفت اتريوم هيبقى معاه بالمونري بين. معايا؟ اتفضلوا. نعم؟ يعني زي احنا قلنا ريترو كارديا اللي انا بقوله هعيده ريترو كارديا اير فلويد ليفل لازم تكون هيتسهرني. وزاوت انا بقول فيه ثلاث احتمالات ان تبقى بعيدهم عشان انت كنت نايم لا اما كاردياك وليفت اتريوم لان البوستيريور تشامبر في العرض هو الاتريوم. الليفت اتريوم لما بيكبر بيعمل كده عشان يكبر لازم يكون معاه بالمونري ارتري كبير. هنا فيه يبقى ما فيش بلغيها. الاحتمال الثالث ان ده باراسفاينال ليجن. في حاجات قد يا جماعه يعني ده مش باثو نمونيك ممكن يبقى ده هيموليتيك انيميا واكسترا ميدالري نوموبيس باراسفاينال ممكن انما مش هشخص من ده من بلين فيلم. معايا؟ انما انا بقول الاحتمالات يعني من 1 ل 90 حط الهرمي في الحاله اللي زي دي. نعم. هتفقد طبعا سي تي او الكلينيكال. معايا؟ ما انا قلت والله من ضمن الحاجات انها ليها كونفكس مارجن. انا قلت ان اللور بورد مش هيبقى عامل كده
معايا. تاني حاجه برضو هنقول ان لو ده لور هوب كولابس، طب اللانج دي مين؟ الابر. تتخيلي ان الابر لما هيهايبر انفليت مش هيبقى اسود معايا؟ يعني طبيعي كده انه لو انا انما ده الديجري بتاعتهم واحده معايا. بالظبط، يعني شكل كده جيوغرافيك كالسيفيكيشن واللونج كويسه. في الاول هنقول يعني ايه الشكل ده؟ ده شكل البلورال كالسيفيكيشن معايا. وارد ان ده يبقى مايوسايتس جايز، يعني في انواع من الكونجنتال مايوسايتس بس عاده ما بيعرفوش للسن ده. يعني في التروماتيك مايوسايتس في كانسر بيبقى فوكال، في الكونجنتال بيبقى الماسلز كلها بتكالسفاي وعاده بيموتوا قبل الثلاثينات بالسبايرات الفيلير، لان الماسلز كلها بتبقى اوسيفايد. ويبقى الديفرنشال دايناميك بتاع الكونجنتال مايوسايتس كانت قريب قوي لايه؟ للاكزوستوزس، يعني التندينيوس اتاتشمنت بتاع البون بيبقى اوسيفايد. انما ده بايلاترال وكله بالمونري، او سوري مش بالمونري، في الناحيه بتاعه الشست. يخليني احط احتمال في اي حاجه ثانيه احتمال جايز يعني، انما من اللي شفناه تقريبا بتوصل معانا لانها تبقى ديفن دايجنوز بلورال. هتعمل له سي تي هيبان عليه. ديرتي لانج معايا. وايه ثاني الباترن او الحاجه المشهوره فيها؟ نعم، انها لا انها سمول سايز، يعني ديرت لانج مع سمول سايز. الحقيقه مش التيبيكال قوي بتاع الريتيكلو نودولر، انما ده فيري لونج ستاندنج انترستيشن. وارد انها تبقى انفكشن، وارد معايا. الباترن بتاعها هو كومباين من الريتيكيليشن والاير سبيس اوباستي، لا اما تكون اوبورتيونستك انفكشن لا اما لونج ستاندنج انترستيشن فايبروزيس ومعها انفكشن، انما مش حاجه باسوبنومونيك. ما انا قلت لكم الالفلر سيل ماشي، بس اولا يعني انا قلت الباترن، مش انا بدايه القصه انه ممكن تبقى كده، بس الحقيقه بقيه الدنيا يعني بتبقى مور فوكال، والبايلاترال برونكو الفلر كارسينوما فيري فيري رير، يعني ورده ورده. انما احطها زي ما بقول لك اقولها وجري، يعني مش انتوا عارفين يعني ايه في حالات بتيجي تقولها، يعني انت تقولها وانت واثق او يعني وانت مش مكسوف. لو في الاكسكلوجيا اللي هي دي، انما لو في حاجات ثانيه قبلها ما تنفعش. بتقولها متاخر. يعني انا هديكم مثل، يعني انا في الاطفال مره يعني وروني حاله كده وبعدين قعدت يعني مالتيبل بانكرياتيك وليفر سيست ورينال سيست ولهم بايوجينيك ابسيس ولهم سيمبل سيست. فاكلين يعني شويه كونجستد انامج بتاع بانكرياتيتس. ففضلت الحقيقه يعني مش قادر اقول ده مثلا السيمبل بانكرياتيست بول هيبل بول سيستيك ديزيز ولا بانكرياتيتس. كل واحده جيبها مش نافعه معايا. فجيت قلت طب ايه اللي يمنع ان تبقى كرونيك ابسيس؟ هو ايه اشهر كرونيك ابسيس اللي بنشوفها؟ في الكيبي. هو في بنكريات الكيبي؟ فقلتها كده وانا تقدر تقول بدري، بس ما لقيتش اللي هي، والحاله طلعت كيبي. يعني انت فاهمني؟ فساعات بتقولها كده، يعني بمعنى ان احنا عايزين نوصل لانه ساعات كتير في الاشعه انتوا فاكرين انه عايز توصل لحاجه تقول ان الحاله دي هيماتوما والحاله دي هيمانجيوما. لا، انت هتعمل مجهود كويس قوي لو قلت ان الحاله دي مسست ومش هيمانجيوما ومش هيماتوما، بس مش عارف ايه. يعني قد يكون تقريرك اكسكلوسيف ولا تستحي منه. وصلت؟ يعني انما بلاش بقى فكره، يعني ساعات تقولوا ايه؟ focal hepatic lesion of undetermined
انهانسمنت كويري كويري كويري. لا فيجي الكلينيشن يسالك طب ينفع سيست محمد؟ لا. طب ليه ما قلتش؟ طب ينفع من الجومه؟ لا لا. فممكن على الاقل لو مش عارف الديفينيت تقول له انا اكسكلودنج 1 و2 و3. وصلت ولا لا؟ اه ده برضو ده ريتيكلو نوديولار باترن معايا ده التيبيكال انترستيشن واللانج فوليوم صغيره ده كل ده انترستيشن ده طبعا اكتر نمونيك اير سبيس اوباستيز معايا يعني حتى لو كان وممكن احتمال يكون انا رايي ميتاستاتيك ومعاه بوست كيموثيرابي انفكشن لان في نوديولز ويل ديفاين. نعم في حاجه في العض انا مش شايف حاجه في العض هو في حاجه سوبر امبوز معايا لا دي ميتاستاتيك يا جماعه ده طبعا الباترن المميز بتاع الانفيزيما والريبون شيبد والهايبر انفليشن ده برضو نفس الكلام دي مثلا ممكن تكون بله معايا فيصتوا فيصتوا ولا لسه طبعا ده عيان ICU معايا وعلى بنتليتور وسنترال فينس لاين وبالاضافه لللانج تشينجز حد شايف ان في ريب نوتشنج ده ريب نوتشنج وده ريب نوتشنج اللي على البوستيرور اسبكت معايا اللي عندك اركتيشن الموضوع بقى ما هوش اولورمان يعني ايه اركتيشن ما تعرفوش ناروين في الاورا بيوصل لي جريد من مايلد ناروين لسيبير بيتسمى احيانا اورتك انتربشن يعني الاورطه طلع الاسندنج وراح قافل والديسندنج يملا ببيتال داكتس ده الاكستريم فورم على حسب النارونج ده بيتكون كولاترال لو مايلد نارونج هيبقى عيان عنده 50 60 سنه والكولاترال تبقى يعني شغاله ومش عامله نوتشنج قوي لو سيفير نارونج او انترميديت نارونج هيدي كولاترال واضحه وتبان في 20 سنه ولا حاجه ويبان الريد نوتشن فالموضوع ما هواش ريد نوتشن اول اور نون معايا يعني في كو اركتيشن ما فيش فيه ريد نوتشن انما لو لقيت بايلاترال ريد نوتشن افكر في كو اركتيشن هوريكم فكرونا بوريكم الكو اركتيشن بالسي تي والانجيو والكولاترال نعم ده البيت لا ده مش واضح يعني دي حاله صعبه شايفين هنا كده هو بس عايز يقول انه الشكل ده وموجود هنا ده مش نورمال هو يمكن الناحيه الثانيه مشكلتها هو بايلاترال ان متغطيه بالخرطوم ده نومو ميدياستاينوم نومو بريتونيوم ماشي طبعا ممكن يكون من غير حاجه خالص بوست اوبراتيف ماشي يعني بوست اوبراتيف وده عادي خالص لا احنا ممكن لو تروماتيك يبقى بيرفوريتد فيسكس انما الانسان ابستراكشن لوحده ما يعملش كده الحاجه الوحيده في حاجه فيسيولوجيكال ممكن تعمل كده على الرايت سايد سمعتوا عنها؟ شلاديتي حاجه اللي هو كولونيك انتربوزيشن يعني نورمالي تحت الرايت دافرام الليفر ساعات الكولون يدخل
ماشي. فده نورمال. لو لقيت هسترة معايا يعني مش كل عيان عنده اير لازم اشوف الاير ده ايه وريليتد لتروما ولا عمليه، وممكن زي ما بقول لك يبقى نورمال فاريانت. هنا لا، هو الحقيقه معلش هو ده بلاد فيسل هو اللي مدي لك الاحساس ده، انما شايف ده ده التيبيكال ثايرويد والتراكيال شيفت. شايفين الاوباست هنا سنترال وماشيه من اللور نيك وعمل تراكيال شيفت، فده انلارج ثايرويد. يعني في السينايل تشينجز، انت ايه اللي مضايقك فين ده يعني ولا ايه؟ ما انا عايز اسال. اهو يا فندم دي واحده دايما يا جماعه الناس الكبار او البريست شادو بيكبر بيبقى اللانج فيل تحت ماشي، ونبي نوصل للحاجات الاكيده السبجكت بنسيبها لاخر ما نقولها. اذا احتمل الموضوع نورمال واب نورمال اعتبروه نورمال وعدوها عليا قولوا لي الدكتور حسن علمنا كده. لا ما انا لا اصل طب معلش قولي لي سبب للي انت شايفاه. نمونيا يعني؟ لا لا ما انا بقول لك ما انا بقول لك اهو. لا قولي لا قولي لي لا ما هو لازم نفكر برضه ايه اللي يعمل كده. ما هو برضه ايه يعني احنا بنلاقي حاجه نفكر ايه اللي يعملها. فمونيا ممكن يعمل كده ايه؟ لو انا يعني لو قلت ممكن اقول ان في ساتل بيلنج هنا باتش نمونايتس، ده الكلام اللي هو يعني مش هقولها عشان ما فيش تسجيل ما عايز بيه التسجيل ابدا التسجيل بس اللي هو ايه يعني لا يعني لا يضر ولا ينفع احتمال. انما انا دلوقتي يعني ما بكتبش تقرير فيلم افضل اقول لكم حاجه حاجه، انا عايز اقول الحاجات المهمه. ما انا ده بقول لكم دايما تعمقوا في الدين برفق، انتوا عايزين تقولوا برضو ايه هو دم البعوضه حلال ولا حرام يا شيخ؟ هو دم البعوضه حلال ولا حرام؟ طيب ايه رايكم؟ اعتقد ان هنا باين البورتكاب بس كشكل، وتبين حاجه ثانيه البريست شادو مش موجود، الهايبر ترانسلوسن، وده جروب يا جماعه من الديفرنشال دايجنوس اسمه كوزس اوف هايبر ترانسلوسن هيميثوراكس. حد يعرف؟ الدكتوره قالت حاجه اسمها بولاند سندروم. بولاند ده كونجينيتال ابسنس البكتوراليز او اكواير اللي هو الماستكتومي ماشي. ايه تاني بالظبط؟ السكوليوزس او المالبوزيشن، لو العيان مايل فناحيه اقرب للكاسف وناحيه فيه اير جاب فهيبقى الناحيه القريبه كويسه، الناحيه الثانيه الاكس راي اتنيويتد. يونيلاترال امفيزيما ماشي. البريست شادو قلنا سمعتوا عن حاجه اسمها ماكلويد سيندروم سمعتوا عنها؟ الماكلويد عباره عن كونجينيتال انفكشن بتعمل سمول سايد بالمونري ارتري معايا، وعشان كده اللنج بتبقى هايبر ترانسلوسنت معايا. في اسباب ثانيه هقول ازاي نفرق، في اسباب ثانيه في ده في ماسس بالمونري امبوليزم ما يجيش الا هايبر ترانسلوسنت هيميثوراكس. يعني اللي انتوا فاكرينه ما عشان كده انتوا بتفتكروا حاجات وحاجات. بالمونري امبوليزم بريفرال لو امبلس كبيره قفلت البالمونري ارتري هتقفل البلاد فلو. ايه اللي بيخلي اللنج فيلد؟ الفيسل معايا. فلو الفيسلز اتقفلت هتبقى سودا، فاحد الاسباب بتاعتها كده بارشال لوبكتومي ماشي. بارشال لوبكتومي لو انا شلت لوب فالاثنين التانيين هيكبروا وهيبر انفليت، فيبقى كل دي اسباب للهايبر انفليشن. في حاجات بتساعدني الانفيزيما هيبقى فيها فوليوم كبير معايا، لايه فوليوم صغير وهايبر ترانسلوسنت. انا فاكر حاجتين، حد فاكر حاجه تانية؟ او اللي فاكره اللي فاكر حاجه يقولهم.
يعني لانج صغيره وهايبر ترانسلوسنت وما معاك حاجه ثانيه عشان ما حدش يقول لك كلها مكلويد ولوبيكتومي او دومينوكتومي معايا. يعني لو اللانج سودا وصغيره وصلت يبقى لا اما العيان ده شال له خلاص لا اما العيان ده ايه فيصته ولا ايه؟ احنا يعني هخلص الكلين وان لو عايزين كلام بصراحه من لازم انتوا عايزين ماشي. لو اللانج صغيره وسودا يبقى مكلويد او لوبيكتومي معايا. في اسباب تانية ايه؟ البولاند زي الماستكتومي. انا ما اعرفش الحقيقه بيبقى بايلاترال ولا يونيلاترال. يعني معايا. لا طبعا السكوليوزس انما دي الحاجات اللي تهمكم. ساعات بقى الدنيا بتبقى مختلفه مش ورديه كده. اوكي. طب بقول ساعات الامور بتبقى اصعب من كده ويبان قوي ده في الهاي ريزوليوشن معايا. هو الديزيز الاسود ولا الديزيز الابيض دي اللي بتبقى مشكله. يعني ساعات بقى ده انا حاجه اقول حد منكم نصح يقول لي لا طب قبل ما تيجي تقول لي كده انت ليه افترضت ان الهايبر ترانسلوسنت هو الديزيز؟ ما جايز قول لي بقى اسباب الاوبيك او البارشال بيلينج الهيميثوركس. هقول ده بلورال افيوجن في عيان سوباين، ده تشيست وول اديما يونيلاترال، يعني بس مش كومن زي الايه الهايبر ترانسلوسنت. ده ديكستروكارديا مش قادر اقول مثلا ان هنا في برونكيكتس عشان القصه تكمل بتاعه الكارتاجنر. يعني هنا مش باين قوي صحيح انما شايفين ده ازج اسلوب. سمعتوا الازج اسلوب ده بيبقى يعني كونجينيتال فيشر. يعني لو جيت اكبر الصوره كده شايفين في كوما شيبد كده لايك كانه بلورال ريفليكشن. ده احنا عارفين ان الفيشرز اللي عارفينهم الاوبليك والترانسفيرس. ساعات يبقى فيه انتر لوبر فيشر اكسسوري صغير اشهرهم الايه الازجوس. بيبقى كوما شيبد وطالع مقلوب كده وفي المكان ده ماشي. فده نورمال فاريانت اسمه ازجوس لوب اند فيشر. ده اكتر اير سبيس كونسوليديشن اوباستي مع هارت كبير. ده نوموثوركس. ده اقرب لريسبيراتوري ديستريس سندروم ادل اكوايرد ريسبيراتوري ديستريس. قول لي يا دكتور انت عايز تقول لي قول لي عمل لك ايه؟ قول لي الفيلم ده ميتاستاتيك بريست وانترنال فيكسيشن برضه نفس الكلام. ده كل دول لو احنا ده قريب للفيلم شايفين دول الديفيوز سكليروزس عينكم لازم تتعود عليه معايا وبالشكل. طب ايه اللي خلى كمان ثبت السباين ان جالها ميتاستاتيك كولابس فعملوا كده؟ حاجات بتتربط ببعض معايا. فده قريب للفيلم اللي كنا شفناه. لا شايف حتى الموتلنج اللي موجود ده معايا. فده شكل الميتاستاتيك بريست بالظبط كده. عايز اقول لكم ان دول مفيش ما يمنع ان يبقى في حاجتين تانيين ان يبقوا هايداتك او يبقوا انيوريزم. رقم هنحطهم في الليسته رقم 100 بس انا بقول ممكن يكونوا بريفرال انيوريزم. هايداتك الهايداتك بتبقى كده بس الهايداتك اتزل ديول بس تحس انها تانت شويه. طبعا لا ده متاسس من 1 لـ99 معايا. انما بقول ممكن جدا انها تكون. يعني اقول لك حاجه هوريكم عيان زي ده جاي تعليم ومش فيش من حاجه ولقيت المنظر ده
فلازم تتراجع شويه يعني هتقول ميتاستاتيك بس هترجع لورا شويه، او قبل ما تعمل ده تعمل له سي تي. لو عملت سي تي ده ولقيت ان دول فلويد دنسيتي هيبقى هيداتيك معايا. فده ساعات يعني بيبقى الموضوع كده. ده نوموثوركس برضو، ده انسيستد هايدرو نوموثوركس مع تشيست وول سيرجيكال انفيزيما، بس في الغالب ده نتيجه تيوب كانت متركبه. شايفين ده الاير فلويد ليفل. هل ده ممكن يكون بريفرال بالمونري ابسس؟ وارد، انما الحقيقه كونه اوبلونج شيبد وبريفرال وطالع كده اكتر من انه يكون بلورال من انه يكون بالمونري ابسس. ده طبعا ماسيف نوموثوركس. دي من الحالات اللي انا بقى اقول انه يعني من الصعب جدا ان انا اكومنت على اللانج فيها. ديفينت الرايت لانج فيها حاجات اللي هي الحاجات اللي زي دي، انما شايفين حتى البكتوراليز مرسومه ازاي، يعني الموتل شادو ده هيغطي على اللانج، حتى لو اللانج سليمه هيبان ان فيها نمونيا. نعم والله انا ما اعرفش كانوا بيركبوا تيوب لتروما اعتقد، وبعد التيوب العيان وصل للنوموثوركس في كل حته اعتقد انه كان تروماتيك وبيركبوا تيوب. ايه رايكم ديفرنشال دياجنوزيس؟ انما نحط نتفق على حاجات في الاول، ممكن نقول يعني ديفرنشال انا احط بالمونري اديما في الاول خالص. معايا؟ بالمونري هيمرج مفيش ما يمنع، بس اكتر بيبقى بيزل يعني بايلاترال وسيمتريكال اير سبيس. الفولار بروتينيوزيس يتحط. معايا؟ انفكشن ماشي بس لانها سيمتريك ترجع لورا. نعم؟ بص البالمونري اديما يعني على حسب، يعني عارف العين ده ممكن يتحل الموضوع بامبول لازكس وتاخد له صوره بعدها تلاقيها كلير على حسب الكونجشن. ده مبين الرايت ميد زونال ال ديفايند وايد زون اوف ترانزيشن لاوباستي، شكلها اير سبيس اوباستي اللي هي دي، وريستنج على الفيشر نمونيا او امبوليزما او ده برضو نفس الكلام ال ديفايند اوباستي على الليفت ميد زون. ده لا دي ويل ديفايند، يعني ده الفرق. لا ده هنا احط احتمال ميتاستاتيك او برايمري برونكوجينيك. ده يعني في حاجات بقى تخليني اخلي القصه مختلفه. ده عامل استرناتومي وفي اير فلويد ليفل، ممكن تبقى انسيستد هيماتوما تتحط في الليسته. معايا؟ ممكن انسيستد ايبيكال هيدرونوموثوركس وارد. معايا؟ obliterated right costophrenic angle معايا مع زي كده cystic lesion في air fluid level. يعني الاحتمالات هنا طبعا كذا حاجة، ان ده very simple، ده pleural effusion وده fissural effusion و elevated. خلاص الاحتمالات التانية ان كل ده lesion ودخل في air fluid level، اقول ان ده hydrated. معايا ولا مش متخيلين؟ يعني ده مش باثوجنومونيك. لو حد قال انه الاوباستي هي دي كلها وده الووتر ليلي وده البلانتنج هوافقه انه يقول دي هايداتد. والاحتمال الثاني انه ده فيشر ودخل فيه فيشرال انسيستد افيوجن وده بيزل افيوجن مع اندرلاينج لوور لوب كولابس. وارد. معايا؟ هو هنا في عندنا كده احساس بمالتيبل رينج شادوز. انا الحقيقه مش فاكر هي كانت مين فيهم، انما على مستوى البلين فيلم ده مش ايه؟ مش سبوت دياجنوز. اعتقد انه ده كان انسيستد افيوجن، اعتقد يعني.
باراتراكيال اوباستي. طب والهايلم بالظبط. ما هو ساعات كتير انتوا بتبقوا الحاجه الموجوده يعني متخيلين ان احنا عارفينها. اه حد ممكن يحط احتمال ساركويد وهو ساركويد مع ملاحظه انه اسيمتريك، انما وجود الباراتراكيال فيري سبورتيف لانها تكون ساركويد. اللي في اللنج في الغالب في بالمونري انفلتريت، يعني كمان في بالمونري بارينكيمال افكشن غير الحاله الاولانيه اللي شفناها. وفي باراتراكيال اللي هي دي دي ده طبعا ديفرنشال دايجنوز ان دي انفكشن ولا ماس. معايا؟ هو وارد انها تبقى ماس وعامله ديستال كونسوليديشن، انما برضو مش سبوت دايجنوز. ده انا قلت لكم احيانا بيبقى في سكليروزس في العظم في مين؟ في الاطفال. نمتوا نمتوا خالص. ورينا الاوستيوبيستوكي ده، رينا الاوستيوبيستوكي ليه؟ ده بيغسل وده الراكيتك تشينجز او رينا التشينجز اللي موجوده في الميتافيسيس، فده لوحده يقول انه ده كرونيك رينال فيلر. نعم اتفضلي. هقول ان في ريلاتيف ديجري اوف ديفيوز سكليروزس مع وايدند وريجولاريتي الميتافيزيس معايا، وكل ده بايلاترال وسيمتريك يخلينا احط البوسيبيليتي الرينال. بس كده بس كده. انت عايزه تقولي ايه تاني؟ اللنج فيها حاجه؟ لا يعني ما فيش حاجه تانية. يعني العظم اللي هو ده الحقيقه هو يعني لو سيبرد ان مش عارف ايه على ايه. الاوستيوماليشيا بتبقى كومباين من الاسكليروزس والاوستيوبينيا، فبتلاقي العظم شكله برايت. عشان كده اكتر حاجه بتعمل الروجر ديرت سباين ان بتلاقي العظم اسكليروتيك ومع ذلك في ما يدل على الويك بون. تعرف حاجه اسمها لوسر زون؟ طب دوري عليها وكلميني. حد يعرف منكم لوسر زون؟ لوسر زون لوسر زون هي باثوجنومونيك للاوستيوماليشيا انكمبليت فراكشر، لانه العظم هو الاوستيوماليشيا عباره عن في نوعين، الاوستيوبوروزيس كل حاجه قليله، الاوستيوماليشيا في اوستويد تيشو يعني في امير انما ما لزقش، في اوستويد تيشو انما ما جاش كالسيوم، فبتلاقوا الشكل البون بيبقى بنت يعني بيبقى متني. اكتر حاجه تعمل اوستيوماليشيا الريكت والهايبر بارا معايا. فبرغم ان الاوستويد تيشو كبر انما في لايبيليتي لفراكشر، بس ده بيبقى فراكشر مخصوص بايلاترال وسيمتريك وانكمبليت، وبيحصل في الجوبك ريمال في السكابيولار بوردر في الفيمورال نيك، هو فراكشر بس احنا بنسميه لوسر زون. معايا؟ الفيلم ده الميتافيسيس ده مش بتاع الريكتس، او قولوا ما شئتم انما لو حد ما قالش الريكتس يعدم في ميدان عام. معايا؟ قولوا بقى اللي انتوا مش عارف سبونديلو ميتافيزيال دعبولا اي حاجه ماشي، انما الفيلم ده الميتافيزيال تشينجز دي بتاعت الريكتس، زائد الاحساس انه العرض شويه يعني على الاقل خالص. اقول لكم حاجه، هو هنا في ديماركيشن ما بين الكورتكس والمضاده مش قوي، هي المضلة اللي بقت سكليروتك ولا الكورتكس بقى هيزي مش عارفين. وده ما يسمى في الهايبر بارا في كلمه كده بيتقالوا عليها سبري اوستيال ايروجن، بنقول عليها ان دي الباثوجنومونيك في الهايبر بارا. عارفين يعني ايه؟ عارفين السكرويال جوينت الكورتكس فيري شارب، لو بقى هيزي ده اسمه سبري اوستيال ايروجن. ايه سببه اللي انا قلتهم دول؟ لا اما الكورتكس بقى لس سكليروتك، لا اما المضله بقت مور سكليروتك، انما في الاخر لان ما عادش في ديفرنشيشن ما بين الكورتكس بتاع الكورتكس والمضله، فبقى انا مش قادر اقول الاوتلاين بتاعته فيري شارب.
فده اسمه سبري اوستيال ايروجن. يحصل في الهاند على راديال افكشن، يحصل في الاسترنو كلافيكلر، يحصل في السكرويليا، كل ده مع الهايبر بارا اللي هي امها اسمها اوسيوماليشيا. معايا؟ هوريكم اشكال تانية لل، بس هي مش محاضرة عضل، انما هوريكم اشكال تانية للرينال اوسيوديستروفي. حد شايف حاجة؟ انا مش شايف. سوري لا في في شايفين ده؟ ده متاستاتيك بريست ريد. ده معايا اهو، ده السكليروتيك. شايفين هنا الكورتكس والمظله باينه او اللاين هنا؟ لا ده بقى سكليروتيك قوي. ممكن يبقى كرونيك انفكشن، ممكن. بص ممكن نقول ان في بروميننت بيزال لانج، يعني برونكيتس من البلين فيلم صعب شويه، انليس ان يبقى في رينج شادو واير فلويد ليفل. ده ده رايت هايلر وباراتراكيال ماس ولا سبيكيوليتد اوت لاين، الاقرب انها تبقى برونكوجينيك. معايا؟ نعم. والله جايز ده وجايز ده، جايز ده وجايز ده. جايز هو يكون عنده اصلا جرانيولومتس افكشن، بس هل الجرانيولومتس انفكشن يفسر الباراتراكيال والهايلر ماس؟ معايا؟ يعني الطبيعي انه الجرانيولومتس تاخده زي ما هو، انما ممكن يكون اوريجينال كان عنده تي بي وجاله الماس. ده في الغالب اميونو كومبرومايزد مع مالتيبل نمونيك اوباستيز، واحده فيهم حصل بريك داون وبقت فيها ابسز. نعم ده بلورال افيوجن. والثانيه الحقيقه بصي لانه في شادو بينها وبين البلورا، فاقرب لانها تكون ابسز كانها نوديوله من دي وحصل فيها بريك داون. بصي لا يا دكتوره، ده الافيوجن، انما ده مش مكمل كده. ماشي، مفيش ما يمنع برضه يعني. يعني مفيش عمليات، في ديكريز ذا فوليوم في الليفت هيموثوراكس وفيري سمول ريزيديوال لانج وابسي لاترال كاردياك وميدياسينال شيفت زائد هايبر انفليشن في الرايت، يعني حاجه كرونيك. والفوليوم لوس الكبير ده، يعني شايفين ده مثلا اكستريم فورم اوف فوليوم لوس. حد يقول لي هنا ان الليفت ده فرام عالي؟ مش عالي، لا باين هنا فرام. او انا شايفه ماشي، يعني اما تقولي قولي انا مش شايفاه، انما ما تكلميش على الناس. معايا؟ اعتقد يعني انه كده باين. زائد في امبريشن لمالتيبل رينج شادو، ده كان اكستريم فورم اوف برونكيتيس وكرونيك واللنج بقى كلها وحصل فايبروزيس، يعني بقى كرونيك لانج. بالظبط كده، والكمبنساتوري ده يدل انها حاجه فيري كرونيك، يعني ده كان كونجينيتال برونكيتس وحصل انفكشن وتقريبا بقت ديد لانج. ده برضو ازجو سلوب مع استرنوتومي سوتشرز. معايا؟ هنا والله انا مش اعتقد ان دي كانت سمول هايتس هرنيا اعتقد، بس يعني يعني بانت بالسي تي. شايفين الشادو ده؟ الشادو اللي هنا ده، بس بتحتاج يعني بتحتاج تلعب شويه في الويندو. مثالي كفايه عليكم كده دلوقتي وتريحوا بقى، وانا ادي التليفون بقى للي عمال يزن عليا ده.